بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وهو يتكلم عما حدث من تغير في مفاهيم بعض المصطلحات عما كان عليه في الجيل الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وفي القرون الثلاثة الخيرية الأولى، ثم ما طرأ عليه بعد ذلك من تغيير. وتكلم أولا عن الفقه، ثم تكلم ثانيا عن العلم. والعلم أيضا كان مما لاقى تغييرا كبيرا في القرن التاسع عشر الميلادي، وشاع حينئذ ترجمة هذه الكلمة بإزاء كلمة ساينس التي هي محصورة فقط في العلم التجريبي. والتجريب يحتاج إلى أن تنظر وأن تجرب على شيء أمامك، وبذلك خرجت علوم الإلهية بالكلية من الساينس، وأصبح هذا الساينس الذي ما كان أبدا لنا أن نترجمه بالعلم، أصبح هو محور الحضارة الإنجليزية. فلما ترجموه الناس هنا بالعلم، صار مفهوم العلم وهو التجريب صار مفهوما شائعا، فجاء بالمنطق أن الله ليس علما لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما دام الله وما يوصل إليه ليس علما، فإن الدين لا يتدخل في العلم. وهكذا وبدأت حرب لا أساس لها من الصحة بين ما يسمى الدين الذي يدعو إلى الميتافيزيقيا وإلى الماورائيات وإلى الألوهية، وبين العلم الذي لا يعترف بهذا لأنه لم يرى الله ولم يجعله تحت التجربة، جل الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وصار هناك نزاع مفتعل في حضارة الإسلام ولأول مرة بين ما يسمى بالساينس وما يسمى بالدين. هذا تغيير آخر. لما حصل التغيير على عهد الإمام الغزالي في القرن الخامس الهجري، وهو مات في السادس، حدث تغيير أيضا بالتقليل، بدلا أن تكون معلومات توصل إلى الله أصبحت معلومات مجردة لكنها لا تخالف الله. والذي حدث في القرن التاسع عشر أنها أصبحت تخالف الإله الحق. ومن هنا نشأت نزاعات ودفاعات أيضا لا معنى لها ولا حاجة إليها إذا ما أرجعنا الأمور إلى التعريف. فالعلم وذلك القدر اليقيني من المعرفة التي توصلك إلى الله، خلاص خلصت، يبقى ما فيش بقى، يبقى أحد أدواته الساينس هذا، وأحد أدواته الكون، وأحد أدواته الفكر المستقيم، وقل في هذا ما شئت. تطور آخر حدث في هذا، وسنرى الإمام الغزالي وهو يعيدنا مرة أخرى إلى العلم بالمفهوم الشرعي السليم الذي استعمله القرآن، فقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال وقل رب زدني علما، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كل هذا هو العلم الموصل إلى الله، وإلا لكان معلومات مفرطة لا تمثل منظومة، ولذلك قد يصل فيصير علما، أو قد لا يصل فلا يصير علما. الإمام الغزالي هنا سمرة وهو يتكلم عن هذه القضية وينعي على من أراد أن يحتل مفهوم العلم فيبعدك عن علوم الآخرة، وهذه خطوة، إلا الخطوة التي فيها كفر وإيمان هي تلك الخطوة التي تحرم الإنسان عن طريق العلم أن يصل إلى ربه. هذه خطوة خطيرة لكنها كانت، وبدأ حتى الناس في العالم. وبعد صدور دائرة المعارف البريطانية سنة 1760 في 3 مجلدات تنحي كل ما ليس تجريبيا، بحيث إنه لم يعد علما، وفقدت البشرية كثيرا من تجارب الأمم في مجال الطب وفي مجال الروح وفي مجال الطاقة الإنسانية وفي مجالات كثيرة تنبهوا إليها بعد ذلك مع النازي عندما أخذ يعود مرة أخرى لدراسة هذا، ومع الشيوعيين الماديين الذين أيضا رجعوا مرة أخرى والتفتوا أن هناك شيئا ما وراء هذا المنظور، لكنهم عالجوه بطريقة مادية، أن هذا المنظور هو مادي ولكن الذي وراءه أيضا مادي، وافتقدوا بذلك معلومات كثيرة جدا حتى بدأت اللغات في الاندثار. كنا عندنا 5000 لغة في الأرض، الآن كل 25 يوم تموت لغة بموت آخر من كان ينطق بها، فيموت معه تراث كبير للإنسانية في تأمل الكون وتدبره والتعامل معه والتفاعل معه وهكذا. ولذلك اليونسكو بدأت تدخل في الخط في قضية موت اللغات وضياع كل هذه المعلومات حتى من قبيل العلوم المادية، هذه الساينس التجريبية، الامبيريكال ميثودز، يعني المناهج التطبيقية، أيضا بدأوا يفقدون هذه الأدوات، وهم السبب في ذلك منذ القرن 18. سيدنا الإمام الغزالي يتنبه لهذا ويتكلم عن المصطلح وأهميته وكيفية أن اختلال المفاهيم تؤدي، أو احتلال المفاهيم تؤدي إلى اختلال والتباس المعاني والعلوم. اقرأ يا شيخ محمد. اللفظ الثالث التوحيد، وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طريق المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات، حتى لقب طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، وسمي المتكلمون العلماء بالتوحيد، مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول، بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجدل والمماراة. فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها في أول السماع فلقد كان ذلك معلوما للكل، وكان العلم بالقرآن هو العلم كله، وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين، وإن فهموه لم يتصفوا به، وهو أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط، فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل جلاله، فهذا مقام شريف إحدى ثمراته التوكل كما سيأتي بيانه في كتاب التوكل. ومن ثمراته أيضا ترك شكاية الخلق وترك الغضب عليهم والرضا والتسليم لحكم الله تعالى. وكانت إحدى ثمراته قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قيل له في مرضه أنطلب لك طبيبا؟ فقال الطبيب أمرضني. وقال آخر لما مرض فقيل له ماذا قال لك الطبيب في مرضك؟ فقال قال لي إني فعال لما أريد. وسيأتي في كتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك. والتوحيد جوهر نفيس وله قشران، أحدهما أبعد عن اللب من الآخر، فخصص الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر، وأهملوا اللب بالكلية. فالقشر الأول هو أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، وهذا يسمى توحيدا مناقضا للتثليث الذي صرح به النصارى، ولكنه قد يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة وإنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده وكذلك التصديق به، وهو توحيد عوام الخلق. والمتكلمون كما سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة. والثالث وهو اللباب أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط، وأن يعبده عبادة يفرده بها فلا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل متبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أبغض إله عبد في الأرض عند الله تعالى هو الهوى. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. وعلى التحقيق من تأمل عرف أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم، وإنما يعبد هواه، إذ نفسه مائلة إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. ويخرج من هذا التوحيد التسخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله عز وجل كيف يتسخط على غيره. فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام، وهو مقام الصديقين، فانظر إلى ماذا حول وبأي قشر قنع منه، وكيف اتخذوا هذا معتصما في التمدح والتفاخر بما اسمه محمود، مع الإفلاس عن المعنى الذي يستحق الحمد الحقيقي، وذلك كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلى القبلة ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وهو أول كذب يفاتح الله به كل يوم، إن لم يكن وجه قلبه متوجها إلى الله تعالى على الخصوص، فإنه إن أراد بالوجه وجه الظاهر فما وجهه إلا إلى الكعبة، وما صرفه إلا عن سائر الجهات، والكعبة ليست جهة للذي فطر السماوات والأرض حتى يكون المتوجه إليها متوجها إليه تعالى عن أن تحده الجهات والأقطار. وإن أراد به وجه القلب وهو المطلوب المتعبد به، فكيف يصدق في قوله وقلبه متردد في أوطاره وحاجاته الدنيوية، ومتصرف في طلب الحيل في جمع الأموال والجاه واستكثار الأسباب، ومتوجه بالكلية إليها؟ فمتى وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض؟ وهذه الكلمة خبر عن حقيقة التوحيد. فالموحد هو الذي لا يرى إلا الواحد، ولا يوجه وجهه إلا إليه، وهو امتثال قوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وليس المراد به القول باللسان، فإنما اللسان ترجمان يصدق مرة ويكذب أخرى، وإنما موقع نظر الله تعالى المترجم عنه هو القلب، وهو معدن التوحيد ومنبعه. ملخص ذلك أن الله مقصود الكل. كانوا زمان يسألوا كده، ما مقصود الكل؟ الله. الله مقصود الكل، وهذا التمثيل خير من التشقيق الذي شققته النابتة، والذي لم يأتي به في الإسلام سوى ابن تيمية رحمه الله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات، فإن هذا يعني تقسيم مبتدع لم نره لغيره. هذا التقسيم المبتدع الذي لم نره لغيره يؤدي إلى تكفير المسلمين. ولكن هنا قال اللب المحاط بقشرتين، زي عين الجمل كده، ليها قشرة خارجية تفتحها تلاقي فيه قشرة داخلية، تفتحها تلاقي اللب. أما الخارج فهو التلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وبها تجري عليه أحكام الإسلام، ويمتنع تكفير المسلم، لأن تكفير المسلم أمر صعب، حتى سمي المسلم الصعب. والثانية هو أن يعتقد بقلبه فينجو عند الله سبحانه وتعالى. أما الدرجات العلى والثواب الجزيل فيكون بلب اللباب، واللباب فيه أن يخرج السوى من قلبه، وهذا أمر يتقلب فيه الإنسان المسلم المؤمن، ولذلك لا تكفير في هذا التشقيق، وإنما التكفير حدث من ذلك التقسيم. فأجمع علماء أهل السنة والجماعة عبر القرون على أن هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد مبتدع، وأنه لم يقل به أحد لا من السلف ولا من الخلف. فلما جاءت النابتة تمسكوا به، لأنه يقرب إلى التكفير فقتل المسلمين، وقد حدث أن قتلوا المسلمين ولم يبالوا بدمائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا ويتبرأ منه، ويقول أنا بريء ممن خرج على أمتي لا يفرق بين فاجرها وتقيها، يعني خارجين على الكل. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من النابتة كل حذر، فيجب علينا ألا نسكت. هذا الأمر أصبح جللا، وأصبح هؤلاء الناس يضحكون على الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، سيغنينا الله من فضله ورسوله. تكثرون من حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنها هي الكافية والشافية. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.